مساء الخير. مساء الخير. كابتن عماد. لا لسه ما مين؟ لسه ما جبتكش، قول اي حاجه. اوعى تقول. واحد انت بتحبه جدا برضه لسه قايل لي عليه مش عارف ايه. ما انا مش سامع، طب اتكلم حتى. ازيك يا كابتن؟ مساء الخير تاني. ده كابتن يوسف؟ يوسف مين؟ محمد يوسف؟ لا. لا ما انا مش سامع. انا مش هقول لك بقى. طب بقى يا هرم. يا هرم. الهرم؟ يا هرم ازيك يا هرم عامل ايه؟ ازيك يا كابتن مصر وحشني. بتستعماني يا هرم؟ لا 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 كفايه كده كفايه كده. انت بقالك ساعتين قاعد تتكلم وذكريات وهداف مصر الاول والاخر بتاعك قبل الاسم الثاني خالص مش هينفع. ازيك يا عم مصر وحشني. عامل ايه يا هرم؟ وحشني والله. انت روتين يا كابتن اسام. ده يا شوقي عامل ايه؟ طيبين الحمد لله يا حبيبي. طيب ربنا يخليك. اولا وحشنا جدا يا شوقي، ويعني دايما بنتذكر الايام الجميله. لازم اسم محمد شوقي يبقى في النص معانا دايما في كل حاجه الحقيقه، في 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 ذكريات، في حاجات حلوه، منتخب نادي اهلي، في اي حته الحقيقه شوقي. والله يعني اكيد اكيد ايام وسنين طبعا ما تنسيش بحلوها بحاجات كتير جدا كانت فيها، ولكن انا برضو كنت محظوظ جدا اني كنت معاكم. من يعني ربنا اكرمني ان انا كنت مع مجموعه زيكم وناس كتير طبعا يعني مش هقدر اقول اسمائهم كلهم لان عشان ما انساش حد. لكن انا الحمد لله يعني بحمد ربنا ان انا كنت وسطكم ولعبت في 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 ايامكم وجبنا بطولات النادي الاهلي، وكنا كنا الحمد لله يعني عملنا جزء اظن يعني كبير في تاريخ النادي الاهلي. طيب شوقي، يعني عماد متعب معانا النهارده ويعني بنحتفل الحقيقه بيه وبوجوده في قناه النادي الاهلي، و ايام جميله قضيتها مع عماد متعب سواء في النادي الاهلي او مع المنتخب. لكن احلى ذكرياتك مع عماد ايه؟ او لو عايز تقول اي حاجه تخص عماد متعب. هو يعني برضو عشان عماد قريب من يعني انا وهو قريبين من سن بعض. حتى يعني كان عماد يبدا طالع كنت انا وهو قريبين من بعض جدا فتره طويله، يعني كنا قريبين من بعض. صح. تقريبا نفس التفكير ونفس الدماغ ولسه صغيرين، وانت فاهم يا كابتن اسلام مش عايزين نوضح اكتر من كده. عايز اشوق مني بس. عايز ايه مني؟ قول لي. قول لنا برضه اشوق عشان الناس تعرف يعني. لازم اديك كابتن عماد واحده كده برضه يا عمده. ماشي يا شوقي. منتهى الانبساط اللي في الدنيا تلاقي عماد متعب بيحلل في قناه في واحده من قناته الكبيره، شوقي ماسك المنتخب الاولمبي واسمه مرشح بشكل كبير ان هو ان شاء الله يكون مع المنتخب الاول. مش عارف مين هنا ومين هنا ومين هنا ومين هنا. بتبقى سعيد يا عماد طبعا، لانك تقدر توصل اللي انت اتعلمته واللي انت عملته في حياتك للجمهور او للعيبه الصغيره او اللعيبه الجديده. لان اللعيب لما بيسمع منك او بيسمع من لعيب هو حقق انجازات وحقق بطولات وكان اسمه الحمد لله كويس في الكوره، بيقبل المعلومه وبيقتنع بالمعلومه. ويمكن اللي بنحاول نعمله ان احنا ندي رسائل للعيبه او للجمهور من غير ما نجرح في حد. بالزبط. يعني انا واخد عهد على نفسي ان انا عمري ما هتكلم على لعيب وحش، انا هتكلم هنتقد اللعيب في المباراه في الاداء، وهتبقى نصيحتي ليه في الاداء ماليش علاقه باي حاجه تانية عشان بس الامور تبقى واضحه، لان اللي انا كنت بزعل منه فمش هعمله في حد خالص. محمد شوقي ربنا يكرمه بيأدي بشكل جيد مع كابتن شوقي غريب، وزي ما انت قلت انه مرشح انه يكون مع المنتخب الاول، اتمنى له التوفيق. انا عايز اقول بس ان شوقي يعني في النادي الاهلي كان بيبقى فيه مجزره في نص الملعب او في منتخب مصر. محمد شوقي وحسن مصطفى وحسام عاشور، انا مش فاهم ايه اللي بص هو في يعني الحته دي كارثه. وفي نفس القصه في منتخب مصر، مطمنين ان احنا موجودين في الملعب، انا مطمن ان في محمد شوقي في حسام عاشور وفي حسن مصطفى موجودين في الملعب مع خط الظهر مع اللعيبه اللي موجوده، مش شايل هم خالص. عارف ان في ورايا رجاله ما بتعديش حاجه. هم نفسهم كانوا بيقولوا لي، يعني شوقي كان يقول لي مالكش دخل، ما ترجعش هاجم ومالكش دخل، ما تشيلش هم انك تدافع، بس هم هحط جوان. لا فدي كلها كان بيجيب جوان يا شوقي. ايه ده؟ كان بيجيب جوان؟ لا كان بيجيب يعني يعني شوقي مش هيعرف يقطع في دي. الحمد لله جبت واحده كمان. انت عمال تدينا واحده بالصبح فلازم اديك واحده. ده يعني شغال. شغال شغال. ماشي ماشي شوقي. هو ده محمد شوقي. ماشي شوقي. لا يعني متعب. اتفضل يا شباب. تكمله بس على كلام عماد او كلامك اللي كنت بتقوله يا كابتن اسلام،
طبعا قمه يعني فرحه كبيره جدا انك بشوف عماد في التلفزيون وبيتكلم وبين خبراته في الكوره اللي موجوده دلوقتي، فاهم قصدي طبعا في الكلام، يعني هو بيتكلم في الكوره اللي موجوده مش من بعيد، عماد لسه مبطل بقاله سنه سنتين، فبيتكلم في وضع واقعي دلوقتي. حضر معظم اللعيبه اللي بتلعب وفاهم ممكن طريقتهم في التعامل، لان برضه الملعب مش اخضر بس، لازم تفهم الكوره مش جوه المستطيل الاخضر بس و4 2 3 1 و5 2 3 4 والكلام اللي احنا بنقعد نقوله كتير، لا في جزء بره الملعب. فعماد من الناس اللي موجوده دلوقتي قادره تنقل الصوره كامله، لان هو حضر اللعيبه اللي موجوده معظمهم دلوقتي وكان بيلعب قريب، بيعرف يتكلم وبيقول ايه اللي ممكن اللعيب يعمله او ما يعملوش، حتى جرح او ما جرحش، الموضوع مش تجريح، الموضوع بيقول ايه اللي ممكن يعمله اللعيب عشان يبقى كويس. صح. وانت يا اسلام برضه لما بنشوفك دلوقتي ما شاء الله مقدم براند كتير وكذا كذا كذا، كل الناس كتير جدا في مجال الكوره، انا دلوقتي كلنا مبسوطين اكيد شايفين بعض. كلنا حتى لو ما بنتكلمش بعض لا بشوفك بتفرج عليك بعرف تتبسط بعرف اخبارك. فدي طبعا يعني تواصل بصوره غير مباشره. غير مباشره ولكن طبعا يعني اتمنى الباقي طبعا يدخلوا، انا ما اعرفش مين لسه ما دخلش ولكن ان شاء الله الفتره الجايه لازم ندخل كلنا بقى، لان كده كفايه. شوقي متعب يعني بس ما جابش جون في البرازيل، هداف بس ما جابش جون في البرازيل. لا ما شاركش البطوله دي، انا كنت عامل عمليه في ركبتي. كان عامل عمليه صح؟ كنت عامل عمليه، كنت في المانيا كنت اتفرج على انا قصدي هو اللي جاب جون، هو جاب جون عالمي، جاب جون عالمي من احلى الاجوان اللي لا المنتخب كمان عمل شوط اروع. بص هي دي شخصيه اللعيبه اللي انا بتكلم عليها يا كابتن اسلام، انت بتلعب منتخب البرازيل وخسران 3-1. لا شفت كمان ما فرحش ده، يلا هاتوا الكره ويلا. ما ده اللي بتكلم فيه، بتلعب منتخب البرازيل وخسران 3-1 وترجع في 7 دقائق ترجع في 7 دقائق، انت ده معناه انك عندك العقليه ان انت هتقدر ترجع. بتلعب البرازيل حط تحت البرازيل دي مليون خط، شوف الاسامي اللي موجوده، لكن عقليه اللعيبه شوي لما سجل هدف هو بيروح يجيب الكره عشان يرجع، عشان عايز يتعادل، مش فرحان ان هو جاب جول في البرازيل فخلصت. في لعيبه ثانيه ممكن يقول لك لا يا عم اخسر 4-2 ده انا عملت انجاز، او اخسر 3-1 ده انجاز من البرازيل، لكن الفكر هو ده اللي احنا بنحاول ننقله للعيبه، ان انت لا انت الهدف بتاعك طول ما انت في الملعب انت قادر تعمل زي تعمل اي حاجه، لان طول الهدف ده يعني بص استلم وخلاص القرار بعد كده، بص زيدان بيعمل ايه؟ بيجيب الكره من جوه. بتتفرج يا شوقي؟ لا ما بتفرجش ولا بره. انا حفظت الكوره بس حافظ. حافظه طبعا، لازم لازم يكون حافظ. بس زيدان بيروح يجيب الكره من الجون وخلاص بترجع بتكمل. اللي بعدها بثلاث اربع دقائق زيدان الهدف الثالث، ولولا ان سوء التوفيق ما كنتش خسرت المباراه دي. بالظبط. لكن يعني في الاخر الناس كلها بتتكلم على اللي انت عملته. يعني شوف انت خسرت لكن الناس كلها مبسوطه من الاداء. من الاداء. بس. يا شوقي. هو الـ 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 زي ما هنرجع تاني الاول خالص يا كابتن اسلام، شخصيات اللعيبه كانت فارقه جدا، كل واحد كان فعلا فرقه، كل واحد عنده تفكيره وعنده شخصيته في الملعب وبره الملعب. هو احساسهم بالناس كانت مهمه جدا. في حاجه اكيد انت فاكرها وكلنا فاكرينها، كلنا كنا بنتعاهد قبل اي ماتش بنلعب اصغر فرقه الاكبر فرقه ان احنا عايزين نكسب عشان الجمهور عشان الناس. كانت مهمه جدا، حتى الهدف كان هدف يعني كبير مش صغير جدا. فده مهم جدا لاي لعيب دلوقتي واي حد بيلعب دلوقتي، لازم يحط في اعتباره ويحط قدام عينيه طموح وهدف ان هو يقدر يوصل له كفردي وكجماعي. الموضوع لازم يبقى جماعي في اوقات كتير جدا، حتى ممكن تكون وحش في مباراه، مين اللي جنبك ممكن يقدر يشيلك بره الملعب، حتى لو انت متضايق ممكن يقرب منك يكلمك عشان يرجعك تاني جوه الملعب. حاجات كتير جدا لازم اللعيب يفهمها دلوقتي، ولازم طموحه يكبر كل ما هيلعب، لازم لا عايز اكتر 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 برضه فردي وجماعي، لان الموضوع برضه مهم جدا. اللعيبه القديمه كلها كانت نفس التفكير، اللي بره زي اللي جوه، زي اللي ما بيلعبش خالص، زي اللي قاعد في البيت، زي المصاب. عماد اكيد يعني على اللي انت عايزه وهو بيتفرج عليها، وكان مصاب كان بيتمنى اكيد المنتخب يعمل احسن بطوله في الدنيا. فدي مهمه جدا، دي مهمه جدا ان كل اللعيبه تفهم ازاي تقدر تجدد طموحها والهدف بتاعه ان هو يوصل لاكبر حاجه طول ما هو رجله في الملعب وقادر. شوقي لو اخيرا عايز تقول حاجه لعماد متعب تقول له ايه؟ والله عماد انت وحشتني تلعب تاني يا عماد. يا عم ما تسخروش علينا بقى تاني. احنا بالصبح عمالين نهديه ونجيبه يمين ونجيبه شمال.
معلش بقى وانت وحشنا شوقي عشان تلعب تاني برضه. بالظبط. ما هو شوقي برضه بطل قهر يعني فاهم، مش مشكله حل من بعض. نتكلم عن الموضوع. يعني قعدنا بغض النظر يعني بلاش ذكر اسماء طبعا، ولكن حتى هو قبل حتى قبل ما يعني كان نفسك متعب يكمل ده تقصده؟ انا اول واحد تقريبا في المجموعه مريت بنفس الظروف. انت فتحته، انت فتح يعني جبت شوقي في القصه دي. بقول لك ايه يا شوقي، عايزين نعمل حلقه قريب في سهره مع تحكي فيها اللي انت عايزه، ايه رايك؟ كده يبقى جرعه قويه جدا. ايه رايك؟ في الكورنر ماشي خلاص، انا جاهز جدا. نشوف نشوف. يعني انا بشكرك جدا. لا انت وحشت جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي عايز يشوفك، ويعني كل جمهور النادي الاهلي يتمنى وجود الناس العظيمه الهايله دي، وبعدين بيشتغلوا موجودين ومتواجدين وبيشتغلوا بيحاولوا يكملوا بيحاولوا وبينسوش فضل النادي الاهلي عليهم ابدا يعني. فشوقي من الناس دي الحقيقه مثل فشوقي يعني سبب رئيسي في الانجازات اللي حققناها مع النادي الاهلي او منتخب مصر. هرجع واكررها، بتكلم عن الرجولة. الرجولة يعني. راجل في الملعب، راجل تعتمد عليه. ده مهم والله، ده اوقات بيبقى اهم الفنيات. ان انت اللعيب عارف ان هو مش هيتدلع اللحظة. فشوقي من نوعيات اللعيبة دي، اللعيب اللي انت تبقى مطمن بوجوده. اوقات شوقي كان بيتحط هو رقم واحد، الفرقة كلها بتحط عليه. نفس قصة وقت عاشور كان بيتحط الفرقة كلها بتحط عليه، لان دورهم كان مهم جدا جدا. دوره من ناحية اللعيب القائد، ومن الناحيه الفنيه انك تعتمد عليه من الناحيه الفنيه. فشوقي دوره ما يقلش عن اي لعيب من اللعيبه اللي قامت بالدور، سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر. واحد من اهم اللعيبه اللي جت في المركز ده في مصر، في النادي الاهلي او في منتخب مصر. انا بشكرك جدا يا شوقي. تمام، بشكرك جدا انك سمحت لي ادخل اكلمكم. ده شرف لينا هرم. وكل جمهور النادي الاهلي مبسوط بيك يا شباب. واسمع بقى من الشبيطه الكلام. ماشي يا هرم، ماشي. شكرا يا شوقي، وان شاء الله هنكلمك نعمل حلقه قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم محمد شوقي، وانا بشكر